افتتح في مبنى مجلس السويداء الدورة 11 من مهرجان ذوي الهمم الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة الجسدية بالمجتمع. هذا المعرض 11 للجمعية السورية، عدد المشاركين 17. طبعا بيتنوع المعروضات بين أعمال يدوية، أعشاب طبية، ألبسة، حفر على الخشب، بعض المواد المخللات من صنع أخوتنا المعوقين، تطريز، حياكة بالسنارة، يعني كل واحد شو عنده موهبة إجا عرضها بهذا المهرجان. طبعا هذه نحن فرصة عمل ولو أنه 15 يوم لأخوتنا المعوقين للاعتماد على الذات ودمجهم بالمجتمع بشكل أساسي وما يكونوا عالي على حدا. فهذا البرنامج، هذا المهرجان نافذي ليتعرفوا على أشخاص جدد ويكونوا لهم دعم من المجتمع الأهلي. نحن مهرجان لمدة 12 يوم ل 12 الشهر. المهرجان يسلط الضوء على منتجات وقدرات ذوي الهمم من خلال افتتاح معرض لعرض منتجاتهم التي تنوعت بين مواد غذائية وطبية وخياطة وأكسسوارات ورسم على الخشب. شاركت يعني زهورات من شغل البيت، طبعا كله شغل ايدي، عصير حصرم، شراب الحصرم، خل تفاح، زريعة. حبيت شارك اليوم بالإرادة وبالتصميم، الواحد يقدر يعمل أي شيء، وإن شاء الله نكون على طول نقدر نشارك بالمهرجان ونكون قدوة للباقي الناس مشان تتفائل وما يكون في عندها أي عائق أمام الوضع اللي نحن فيه. إن شاء الله المحبة للجميع. أول شيء محبة العائلة، مشاركة بين العائلة، وبعرض يعني لوحات وهيك لفئة من الناس. يعمل القائمون على المهرجان لتحويله إلى ظاهرة سنوية بهدف تحقيق الفائدة المطلوبة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع ودعمها بشكل مستمر.